سالي، أما هلا وصلنا لمساحتنا الأسبوعية اللي بنروح فيها بعالم التصميم اليدوي مع المصممة عالية الغبرة اللي عودتنا دائما على كل شيء جديد. بالحلقة الماضية حكينا عن الإكسسوارات والقطع اليدوية من سجاد صلاة وغيره من المشغولات اليدوية. سلمى، اليوم حنحكي عن البشتايات ونوع من العبايات، لكن بتصميم عصري لكل الصبايا ليقدروا يلبسوها سواء كانت محجبة أو لا. هو مثل أغلب القطع اللي لبسناها برمضان. عليا، يسعد صباحك، يسعد صباحكم يا رب. وشكرا لهذا اللوك الجميل يلي كنت سبب في بإطلالتنا برمضان. حبيبتي تسلمي يا رب، شكرا، حليتوا البشتات والعبايات. شكرا كثير لك. شكرا تسلمي يا إنك رب. عالية. يعني اليوم بدنا نحكي شوي عن البشتاية اللي هي اللي يمكن الناس العادية بتشوفها ما كتير صارت تعرف تميز انه بين البشتاية والعباية، مع انه في فرق بالتصميم وحتى باللبس. تمام. نحكي شوي عن البشتاية وتصميمها بالبداية. تمام. هي البشت بالأصل هو كان البشت للرجال أكثر من النسوان. كان بالمقصب كبير، المقصب من على الصدر، وينزل بالبشت بالكم الرجلان العريض. كان يروحوا فيها على الصلاة أو ممكن يلبسوها نهار الجمعة، يعني هو كتقاليد يعني بالبشت. فحبينا نطلع بشيء جديد، بموضة جديدة بالبشت، إنه نعمل بشتات للصبايا بطريقة عصرية، تغيير عن البشت العادي المألوف بطريقة مودرن، يعني إذا بتحبي تقولي. نعم، يعني عليا كمان هي فكرة جديدة البشتاية. كيف لقيتي شغلة؟ كيف لقيتي تقبل العالم لها؟ وبعد فترة رح تنتشر برأيك، يعني خلينا نحكي عن هذا الشيء. هي كتير صارت موضة. أنا صار لي 3 سنين بالبشتايات، حبوها كتير. أنا مالي من النوع اللي بيرسم وبعدين بيختار الأقمشة. أنا القماشة هي بتستفزني لما بشوفها، وعلى أساس القمايش والجيبيرات بطبقهم وبعمل الموديلات. يعني بنعرف نحن انه انت عندك شغف بالقماش، باعتبار انت اساسا من عائله مشهوره بالقماشه بسوريا. رح نكمل حديثنا معك، ولكن حنروح مع المشاهدين لنشوف بعض الصور لتصاميم البشتايات ونرجع نحكي عليهم اكثر. سلمى، مثل ما شفنا، وايضا عليا مثل ما شفنا، اكثر من ستايل، يعني تصميم مختلفه، مو
ترتيب واحد، بالعكس كان في تنوع. خلينا نحكي عن تصنيف واختيار القماش للتصميم وايضا عن النقوشات الموجوده. تمام، بالنسبه للبشتات مثل ما قلت لك انا بيستفزني حتى العبايات القماش، وعلى اساس القماش انا برسم الموديل وبطبقه، يعني حتى احيانا بحب طبقهم على المانوكان وبحطهم بحط دبابيس وبعدين بصورهم وببعتهم على الخياطه. في اكثر من شيء انا حبيت السنه كثير السلوك اني دخله على البشتات، حسيته هيك عطى روح مثل اللي لابسينهم اليوم يعني حسيتهم هيك عطى روح شرقي اكثر بالبشتات وحلاهم. يعني كمان خلينا نشوف، نحن عم نشوف معك الاقمشه الموجوده، نشوف قماش البروكار اللي هو القماش الدمشقي العريق، وايضا السلوك اللي عم بدخليه على كثير من البشتايات. هلا قماش البروكار والصاي هدول مدخلهم على العبايات اكثر من البشتات، بيعطيها تقل وبيعطيها مثل ما قلت لك كنت حابه السنه اني انا يكون التصميم تبعي كله دمشقي، يعني من روح دمشق، فحبيت ندخل البروكار، حبيت ندخل الصاي، حبيت ندخل الحراير، حبيت ادخل السلك على البشتات، فهيك حسيتهم عطوها فخامه والوان بتجنن. اكيد كانت التصاميم والالوان رائعه، وعم نشوفك لابسه كمان شيء رائع وفيه ورد. الورد موضه السنه غير عن الاقمشه اللي داخلها نقوشات، عم نحس حتى بمحلات حتى العبايات هلا عليها وردات وتعريقات. شو رايك بهذا الشيء وهل بيلبق لكل سيده وبفضلوا الصبايا وايضا الستات؟ هلا السنه دارج التطريز كثير، تطريز اللي هو حتى ورود بالورود الناعمة بالورود الكبيرة دارج كتير، عم ندخله حتى لو ما كان فيه القماش. هلا هو هذا تول اللي أنا لابسته تطريز منه فيه، بس مع التطريز حبيت دخل على الصدر تبعه العروق الورود التطريز تبعه وعلى السنتور تبعه. يعني عليك كل سنة مثل ما قلتي بتحاولي تعملي شيء معين لهي السنة، نمط معين بتصميم الأزياء لك، وعم نشوفه عم بيصير موضة بين الصبايا. يعني فينا نقول إذا رجعنا هيك شوي لورا، أنت مثل ما قلنا متأثرة بالعيلة، أكيد جد حضرتك محمد رنكوسي، كان رح نشوف صور لفستان الملكة إليزابيث اللي تم تصميمه من القماش الدمشقي. من أول ما بلشتي لهلا قديه بتحسي في أنواع أقمشة أنت بترتاحي أكثر إذا صممتي فيها أو اشتغلتي فيها؟ تمام. بتشدك يعني بتجذبك؟ مثل العبايات البروكار والصاي بيعطوها كتير فخامة، أما مثل البشتات بنحب القمايش الخفيفة، تيجي الشيفونات، تيجي الساتان، الكريب الشيفون، هدول هيك بيعطوها هدالة. اللي بيجي عنا مثل القطنيات كمان بتجي، يعني مندخل كقطنيات شوي بالبشتات بتعطيها هيك رخافة باللبس، خصوصي الشيفونات. نعم نتابع بعد عليا هلا يلي عم تحكي عنها حضرتك، عم نتابع بعض الصور. هو ما في موديل مثل الثاني، يعني كل موديل غير الثاني. بالبشتات اللي عملتهم السنه شيء طويل شيء قصير، الجبير كل جبير شيء، دخلنا اكثر من نوع من القمايش بقلب البشت، فهيك عطوا جماليه. يعني كانوا من زمان انه يفتكروا اذا بتتدخل اكثر من نوع على القماش بتتعجق. هلا على حسب الالوان، يعني بده يكونوا من روح الالوان من روح بعض، فما بيعطوها تعجيق، بالعكس يعني بيعطوها ستايل حلو للبشت او العبايه. في اقمشه هي نفسها بتيجي ملونه وجاهزه، يعني مثل البروكار هو اصلا بيجي ما بيجي لون طبعاً. واحد بيجي منقوش وكذا لون، بيجوا هن بخيط السرمه او خيط الذهب على حسب تقل تبع البروكار، وبيجوا رسومات هن والوانهم بتاخذ العقل. اكيد يعني عليا اكيد عم نشوف الوان مختلفه وتصاميم عديده. خلينا نحكي عنك، قديش بتحبي التصميم؟ قديش كل مصمم او كل مصممه لها ذوق معين باختيار الوانها؟ عم نشوفك جامعه كل الالوان، نحكي شوي كيف حبيتي تعملي هذا الخليط او هي الحديقه الحلوه؟ حبيبتي تسلمي يا رب. هلا هو بلش عندي كهوايه وهلا ان شاء الله عم ساقلها بالدراسه. انا دراستي الاكاديميه بتختلف شوي عن التصميم، بس من انا وصغيره عشقي التصميم، عشقي القماش، بحب حتى الديكورات، فمن هون بلشت انه فوت بالعبايات بالبشتات، دخل عليهم القمايش، يعني هوايتي دخلتها بروح العبايات بروح البشتات
بالذات بالروح الشرقية. أنا بحب الأنتيك كتير، فحبيت إنه دخله بالعبايات والبشتات. طيب عليا، بتفكري تعملي شيء تاني، خط تاني؟ يعني هلا مثلا في كتير عم نشوف بخطوط الموضة شوي من اللبس قريب من اللبس اللي هو العبايات أو البشتات، نوع معين القمصان خلينا نقول. فكري تعملي هيك خط هلا يكون مثلا ممكن السنة الجاية أو اللي بعدها؟ إن شاء الله ناوية بالمستقبل فوت بهذا المجال، بس حصرا بدي فوت فيه كشرقي، يعني كستايل شرقي، إنه يكون في بلوزات أكيد لمسة شرقية. باللمسة الشرقية يعني مثل ما قلت لك، أنا بحب الشرقي، بحب الأنتيك، بحب القماش الدمشقي، بعشقهم، فبحب دخلهم هيك على كل قطعة، بتعطيها هيك روح وبتعطيها فخامة وجمالية. أكيد. كمان خلينا نحكي دائما حسب الحالة أو شو بتطلب مثلا السيدة إنها تلبس. أحيانا بتوافقي الرأي، يعني مثلا ممكن شيء ما بيلبق لها، بتوافقي الرأي وبتصممي لها، أو ممكن أنت تعطيها رأيك، لأنه دائما المصمم له نظرة مختلفة عن نظرة الشخص اللي عم يطلع على حاله بالمراية. حكي لنا شوي قديش بتشاركيهم. طبعا بدي أعطيها النصيحة، أنا بقول لها مثلا، هي بتشوف التصاميم اللي عندي وأنا بقول لها شو ممكن، إذا هي حاطة ببالها فكرة معينة نوافق بين فكرتي والتصاميم اللي عندي والفكرة تبعها، ونطلع موديل هي بدها تكون مقتنعة فيه كمان بالنهاية. صحيح. بس بشي حلو، لأنه أنا كمان ما بدي أطلع من عندي تصميم إلا أكون أنا كمان رضيانة عنه، فبالنهاية كمان بحبها هي تكون رضيانة، يعني منوافق بين الجهتين. والحمد لله ما في مرة أنه ست فاتت لعندي إلا طلعت كتير مبسوطة بالتصميم وبالعباية أو بالبشتي اللي هي لابسته. أكيد. كمان خلينا نحكي شوي عن مزج الألوان. أنت كثير بتتميزي بألوان أوقات يمكن الناس تعتبرها غير تقليدية أنها تندمج مع بعض، يعني مثل اللي نحن لابسينه اليوم، أنت دامجة أكثر من لون. مزبوط. مع بعض حتى بالقماش نفسه، نوعية القماش. مزبوط. يمكن في ثلاث أنواع قماش بالبشت اللي أنا لابسته اليوم. صح. نحكي عن هي كيف تختاري هذا التصميم. مثل ما قلت لك، كان من زمان أنه وقت مندخل أكثر من نوع قماش أو أكثر من لون يحسوها تعجقت. هلا على حسب كيف طريقة تدخيلها، يعني بده يكون تدخيلها داخل من روح بعض، يعني ساحبين من الألوان بعض. بس كمان أحيانا بتحسي وقت بيكون في تنافر بالألوان عم يعطي شيء جديد، يعني نطلع عن الـ من قبل شو كان التصميم، كيف كان، كيف الألوان لازم تكون مطبقة، يعني الأصفر مع الأخضر كان هلا لا صار تنوع، هلا لا في تنوع عم يعطيها جمالية وعم يعطيها شيء جديد عن زمان. يعني يا عليا، أول شيء نحن كتير مبسوطين بلقاءاتك معنا، بدنا نتشكر وجودك معنا، بدنا نرجع نتشكرك أيضا على التصاميم الجميلة يلي الكل عم يسألونا عنها وعن جمالها وعن أكابريتها. شكرا كتير لك حبيبتي، انبسطت كتير معكم وانبسطت بلقاءاتي معكم، وإن شاء الله لنا هيك لقاءات تانية إن شاء الله بالسنين الجاية إن شاء الله. أكيد. بإذن الله. شكرا لك عليا، شكرا على وجودك معنا، ودائما الشكر موصول على كل شيء بتقدمه. حبيبة قلبي، إن شاء الله هيك كل سنة وأنتم سالمين، وعيد مبارك عليكم وعليك يا رب. شكرا كثير يا رب.